للورد العطري في دورته التنافسية. هذه الدوحة هي استعراض موكب ملكة الشمال ورود الدورة 56. هاد الموكب هذا كتقدمو فعلا عربة ديال ملكة الجمال، ومن بعد كتبعها لوحات أخرى. هاد اللوحات كترمز للتراث المحلي اللي هو جزء من التراث الوطني. Yeah.
البسيطة والجميلة والرائعة التي يشتغل بها البناء في منطقة الجنوب الشرقي، خاصة في مجال التراب. ليشرفونا بهذا الملتقى الدولي للوردة العطري هنا بقلعة مقونة، وبهذه المناسبة كذلك عرفانا بحضورهم وتشريفنا سيتم تكريمهم في نهاية الكرنفال، فكونوا في الموعد يا الجمهور الكريم، ونحييهم من جديد. تصفيقات حرة على كل أبناء الصحراء المغربية التي نفتخر بها طبعا. تصفيقات على هذه التحية الجميلة من أبناء الزلال. لذلك بهذا الاستعراض الجميل لهذا الخيل، الشكر كذلك موصول لمنظم الفروسية والخيل بورززات الذي سخر لهم كل الظروف ليكونوا حاضرين معنا في هذا الملتقى الدولي في نسخته 56. يلا رزمة دار يلا بالك صافي ورني البارود بأحدوث منطقة مقونة. نحن نستقبل معكم العربة التي تحمل موكب ملكات المرود في نسخته 56 الذي يحمل صبغة الدولية وتشريفا ملكيا برعاية السامية لهذا الملتقى الدولي. إذن هنيئا ملكات المرود بهذا اللقب هذه السنة. أذكر أن الفائزة بلقب ملكة الورود التي تم اختيارها أمام الجمهور الكريم الحاضر في كتافة أمس على ساحة المسيرة الخضراء، كان كذلك هنالك لجنة تم اختيارها بدقة، حيث كان رأيها الأخير في اختيار ملكة الورود لنسخة 2018 التي هي لكحل أحلام، وبالضبط هي الفتاة الجالسة في الوراء. إذن كذلك صاحبة الرتبة الثانية جميلة جلسيف، وهي التي تجلس على يساري بالضبط، أما أنا التي سهرت على اختيار الملكة أمام الجمهور بكل شفافية ومصداقية. إذن مرت الأمور على أحسن ما يرام، وقد كان كذلك الجمهور عبر عن رأيه، والذي بالفعل كان نفس رأي اللجنة الكريمة. إذن تصفيقات حرة إذن على هذا الموكب الذي يحمل ملكات الورود. هنيئا لأحلام الكحل التي تتوج ملكة الورود لهذه النسخة 56.